بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا أهل السيد الفقيه، يا أهل السيد الفقيه السي محمد داودي رحمه الله رحمة واسعة، أعزيكم لا أني على ثقة من الحياة، ولكنها سنة الدين، بل أنا أعزي نفسي فهو عمي وشيخي. إنا لله وإنا إليه راجعون. عاش عمي رحمه الله عمرا مباركا، عاش أيامه بالقرآن وللقرآن، فيصح تسميته أو وصفه بأنه رجل القرآن. فعدد التلاميذ الذين رباهم على الدين والإيمان عدد كبير، والطلبة الذين حفظهم القرآن وأنا واحد منهم معروفون في جماعتنا وغير جماعتنا، وعددهم كثير ولله الحمد. والمسلم الصالح الذي هو هذا حاله، فإن الجنة برحمة الله مآله. فمن كانت حياته في هذه الدنيا حسنة جميلة، فإن حياته في القبر، في البرزخ وفي الدار الآخرة، ستكون كذلك سعيدة كريمة إن شاء الله. قال العارفون بالله: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فاللهم اجعل قبر هذا الرجل القرآني روضة من رياض الجنة، ثبته يا رب عند سؤال الملكين، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجمع بيننا وبينه يوم القيامة في جنات النعيم. آمين يا رب العالمين.